سهونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بهادية الكبرى وفاطمة الزهراء بهادية الكبرى وفاطمة الزهراء وينشر بين الجميع طيب قبرها وحسن برها ويثني عليها سنتنا ويستغفر لها الله ويغفر لها من الدعاء ويتحدث عن اقبالها من الشرف والفضل والكرم ويستنزل في ظل الحديث دون ملل ولا بطل. فإذا سمعت سيدة عائشة يتحدث عنها قالت أشهد رضي الله عنها فقالت ما هي إلا حمراء الشداقين عجوزا كبيرة لقد عرفك الله خير منها شابة صغيرة. فكان يقرب من قولها ويخاصمها على فعلها ويقول ما أبدا لن الله خير منها ولقد آمنت به إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ووسطني إذ حرمني الناس ورزقني أولادها إذ حرمني أولاد النساء. وقد جاء في بعض الآثار المروية عن السيدة عائشة الصديقية أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت في دماء قد ملكتني مغيرات وقلت فيها ماذا ينبغي من الكلام فتغير وجهه تغير ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي عليه وسقطت في جلدي وندمت على إساءتي بذلك إليه فقلت اللهم إن أذهبت غيظ رسولك الآن لم أعد أذكرها بسوء ما بغيظ مدى الأزمان. فلما رأى ذلك مني عذرني وسامحني وعفى عني وذكر لي ضربا من خفيه البراء. أبهذا تعلم أن الغيرة لا عن بغض أو عداء وإنها هي طبيعة معروفة في النساء. عائشة هي الذين قالت لنا في فضل خديجة رضي الله عنها ذلك الخطب ولولا ما كنا وقفنا له على عين أولئك. ومن فضائلها عليها الرحمة والإكرام أن رب العزة أرسل لها مع جبريل السلام فقال يا محمد هذه خديجة قد أدلتك بإناء فيه إدام وطعام فإذا هي أدلتك فقالت عليها ربها وبن السلام. فلما بلغها قالت الله سلام ومن السلام وعلى جبريل السلام. وقد نبت ذلك عن الشيخين في كتابيهما المعروفين بالصحيحين. ومن خصائصها رضي الله عنها ما رواه الشيخان أن جبريل بشرها ببيت في الجنان إذ قال ذلك الملك الكرم للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بيد في الجنة من قصد ولا صخب فيه ولا نصب. أمن وقائلها رضي الله عنها البراء أنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء ولم تضع أن تسلكه لما قاطعه في شيء من أعداء فخرجت عن بيتها وفي أمضمها المنيع ودخلت معه الشعب فكانت من جوء المسرورين ولم تبالي بسنها التي زاد على الستين ربما في متابعة سيد المرسلين. فاستبدلت حياة العز والرفاهية بتلك الحياة الخشنة القاسية فكم ناقص معهم مرارات العطش والجوع إن كان طعام وشراب عن الجميع ممنوعا فيفك للتاريخ أن يحمي رأسه وما من جلالها ويدوج صحائفه بكثير فعالها. والحاصل أن فضائلها لا تعد ومناقبها لا تحد حد كما سيقول في من وصفها سيد ولد عدلا وشاد بدمها على الرؤوس العليا ورفع شأنها بين النساء على كل شأن وذكرهم لها وشرفها ذات
تابد بالتحقيق وشكر لها مواقفها معه في الإيمان وتصديق فما أعظم أخلاقها أخلاقها القوية وسيرتها المستقيمة التي هي عين أوصاف المؤمن الكريم كما أخبر عنها الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم قال إن دارهم قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وخلصا في علم وعظما في حلم وشفقة في محبة وبرا في استقامة وقصدا في غنى ودحجهم لنا في فقر ودحرجا عن طمع وكسبا في حلال وإشراقا في هدى ونهيا عن شهوة ورحمة في الجهود إن المؤمن لا يظلم من يبغض ولا يأثم في من يحب ولا يضيع ما يستودع ولا يحسد ولا يطعن في الزلال فقدرا وفي الرخاء شكرا فبأن هذه الأوصاف والأخلاق منطبقة على سيدة خديجة رضي الله عنها وتمام الانتفاع وفاتها ولما تمت لها الكمالات الباهرة وتوطن بالرتبة الثانية العمية الفاخرة وامتدت أنوارها وآياتها المتكاثرة توفيت رضي الله عنها في يوم الحادي عشر من رمضان قبل هجرة سيد ولد عهدنا بثلاث سنين على الأفرح من الأقوم وقيل بأربع وقيل بسبعين على ما قيل ولم يسمع لها غير لأنها لم تشرع الصلاة على الميت في ذلك العام ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وسوى عليها ترب وعسى نزولها وهي فضلة لها دون غيرها أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أجمعين إلى يوم الدين وكان لها جمع من عمر 65 ودفنت في مقبرة المعلى المعروفة بالحجر وإن كان قد ثبت بطريق الأحد إلا أنه شهر كل الاجتهاد بين كفة العباد.